الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة لقطاع تمويل الحفلات خصوصا وأنها كتستافد منها كان واعر ديال زيادة الحكومة، ولكن ما فيها بأس من الوزير، وكنتسناو إن شاء الله اللقاء عما قريب مع وزير المالية أولا، مع وزير الداخلية ثانيا، البلاد الشرقية ورئيس الحكومة مسلم قريب أخرى إن شاء الله تعالى. السيد القاوي نقاوشنا في السفر ديال هذيك النتيجة في الكركارات مع المكتب ديال المكتب التنفيذي خوف ديال الجائحة. كان الإخوان أنه يكون ثانية الجائحة وفي هذه الست شهور غيكون 1250 ولا كانت التعويضة وما كانش المكتب التنفيذي. السلام عليكم وبركاته. رفيق الأسمر رئيس جهة الدار البيضاء سطات لأرباب مسير قاعة الحفلات. هذا اللقاء الجهوي الأول لجهة الدار البيضاء سطات للاتحاد المغربي لأرباب مسير قاعة الحفلات. الحمد لله بعد النجاح اللي عرفوه الاتحاد من بعد اللقاء اللي كان مع السيد رئيس الحكومة والعودة للعمل اللي كان بسبب هذا اللقاء مع السيد رئيس الحكومة، الآن كاين واحد النقاط اللي باقي ما وصلناش ليهم وما تحقوش. كنحاولوا إن شاء الله تعالى نوصلوا هذا الصوت ديالنا وهذه المعاناة اللي كيعانيوها أرباب القاعات من بعد العودة العمل، وخصوصا ان كنواجهوا واحد الفيلات عشوائيه اللي كتحاربنا بطرق غير شرعيه ومنافسه غير شريفه وكتمس حتى الصحه ديال البلاد ديالنا. كاينين نقاط بالاضافه الى هادو، كاين المصالحات الضريبيه والمشاكل الضريبيه اللي مازال كيعانيو منها اخوان ديال ارواب القاعات. كاين قضيه الدعم اللي طالبنا به السيد رئيس الحكومه وطالبنا به وزاره الماليه ولجنه اليقظه، ومازال درنا تذكير في هذا الاسبوع ومازال ان شاء الله مبرمجه في الجدول اللي كاين مع السيد والي جهه الدار البيضاء. كنتمنوا من الله في هذا اللقاء مازال يخرجوا النقاط اللي غيكونوا هم قانون ديال ارباب القاعات اللي غيكون ان شاء الله سن واحد الميثاق اللي غيمشيو عليه جميع ارباب القاعات. وكنتمنى من الله التوفيق، والحمد لله هذا الاجتماع اللي كاين وهاد الاخوان اللي حضروا راه هذا نجاح كبير بالنسبه لينا حنا كارباب مسير قاعات الحفلات جهه الدار البيضاء سطات. شكرا. اهلا وبركاته، معكم عزيز وهبي نائب رئيس جهه الدار البيضاء سطات لارباب ومسيري قاعات الحفلات. اليوم كنتواجدوا بقاعات بفضاء السياحي جرين بارك اللي ناقشنا واحد الملف مطلبي واحد المجموعه ديال المقترحات اللي هي مهمه بزاف، وغنحاولوا ان شاء الله نوصلوها للجهات المعنيه وخاصه رئاسه الحكومه باش يعني هاد الافكار ديالنا توصل عندهم وباش ان شاء الله ننجحوا هاد نقنوا هاد القطاع، لان هاد القطاع يعني عرف خلال جائحه كورونا ولقيناه وجدنا نفوسنا بواحد القطاع اللي هو هش جدا، كانت اكراهات وكانت مشاكل وكانت يعني عراقيل كثيره جدا. اليوم بغينا نتجاوزوها باش بالقانون نتجاوزوها باللقاءات يعني مع الجهات المعنيه، كيف ما قال اشار السيد الرئيس غنديروا لقاء مع السيد ولي الجهه، مع وزير الداخليه، مع رئيس الحكومه، مع كل الجهات باش نحطوا هذا الملف المطلب ديالنا ونحاولوا نقنوا القطاع ديالنا، لانه كيتعرض لواحد يعني واحد المنافسه غير شريفه، كيتعرض لواحد العشوائيه من جهات كثيره، وكذلك كيتعرض للابتزاز من بعض الجهات كذلك. اذا حنايا كان لقاء مهم، نحن سعداء جدا فرحون جدا بهذا اللقاء هذا، وان شاء الله غادي يستمر لقاءات اخرى ان شاء الله بالجهه، ونحاولوا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن ارباب القاعات اللي عطاونا هذه المسؤوليه الجسيمه اللي ماشي سهله وتطلب منا نضال كبير ويعني وجهاد طويل المدى. شكرا. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.